قبل ما نتكلم عن المنتخب، احنا معانا مداخله مهمه جدا. كابتن اشرف عبد الفتاح، لا تمام. مدير جهاز التنس بالنادي الاهلي، برحب بحضرتك يا كابتن. اهلا بيك، اهلا بيك كابتن. احنا نخش بقى في الموضوع على طول، عايزك تكلمني عن كابتن سيد. يعني يمكن هو لسه قايل لي معلومه انه حضرتك اللي جبته النادي الاهلي. طبعا بالتنسيق مع الدكتور علاء مشرف، ساعتها رحنا جدا اسكندريه. طب كلمني عن ده، عن ايه اللي شفته في كابتن سيد كده وهو لسه صغير، وانت ما زلت صغير يعني يا كابتن، علشان تخليه يبقى موجود في النادي الاهلي. هو سيد كان لعيب مميز طول عمره، من هو في نادي سبورتنج، وبعدين احنا كان عندنا بعض اللعيبه اللي مش ماشيين على قواعد وتعليمات النادي ده، فحبينا ان احنا يعني نظبط الفرقه مظبوط. فجبنا سيد لاشين، وبعدين سنة جبنا علي لاشين واحمد نديم، والحمد لله الفرقه من يوميها وهي ماشيه مظبوط 100%. حلو جدا، حلو جدا. طيب حضرتك تحب تقول له ايه النهارده؟ هو موجود في قناه الاهلي، بيته يعني، هو اقدم مننا طبعا في الاهلي، هو ابن من ابناء الاهلي. حضرتك تحب تقول له ايه؟ سيد طبعا انا كلام متسجل يا كابتن اشرف. احنا على الهوا يا كابتن اشرف. طبعا سيد من افضل اللاعبين في تاريخ النادي الاهلي، اخلاقيا ورياضيا ولعبا وكل حاجه. ويا ريت يعني النادي يكون فيه 10 زي سيد. النادي عندنا 10 زي لعيبه زي سيد في كل الاعمار، هنبقى من افضل الانديه على مستوى العالم كمان، مش على مستوى مصر بس. فسيد نوايا ممتازه من اللعيبه، خلقا وادبا والتزاما. وانا عايز اقول لكم ان انا مثلا سيد بديله 3 ايام اجازه، يروح يومين ويوم راجع. ما شاء الله، ما شاء الله. طبعا ما فيش لعيبه بالشكل ده دلوقتي. الالتزام يا كابتن. طب انا عايز اجازه يا كابتن اشرف. كابتن اشرف، احنا بنرحب بحضرتك، وكنت عايز اسالك الفتره دي الفريق الاهلي بتحضره لايه؟ احنا ان شاء الله عندنا يوم 25 الشهر ده عندنا الانديه العربيه، واحنا حاملين اللقب، فان شاء الله نتمنى ان احنا نحافظ على اللقب الموسم الرابع على التوالي، ولاد وبنات، وان شاء الله نكسب ونطلع الاول في اولاد البنات باذن الله. باذن الله كابتن اشرف عبد الفتاح. بنشكر حضرتك كابتن اشرف عبد الفتاح، رئيس جهاز الناشئين بالنادي الاهلي، ان شاء الله كل التوفيق. جهاز التنس كله. التنس كله. اهلا بحضرتك. تمرينه سعيد. مش جاي، انا مسافر النهارده. كنت اتفضل. بنشكر حضرتك.